فرصة هدف رائع للرجاء، هدف رائع للرجاء. يعني الكرة تصطدم بالعارضة وتنزل وبضربة مجنونة، لأن الرجاء غتبحث الآن على الهدف ديال التعادل. هنا التدخل ديال الصالحي، العارضة تنقذ حارس خضيرية. لمساندة البقية، هذه محاولة الضربة الرأسية تبقى خطيرة. لسمويتيس بطريقة جميلة يمنح الهدف الثاني لنادي الرجاء البيضاوي. فعلا حركة فنية رائعة جدا من طرف اللاعب لسمويتيس. سنشاهد الإعادة مرة أخرى، كرة مرفوعة من زكريا الهاشمي، لحظة ارتباك في الدفاع، سوى الإبعاد من ياسين الرامي. مقصية جميلة جدا، والكرة موديبا مايدا أو موديبا مايدا عند اللاعب بوشعيب المباركي، وهدف تعادل، هدف تعادل لفائدة فريق Argentina prefiere levantar el Brasil y la pelota de media distancia, golazo. Oh, oh, oh my goodness. It's electrifying as a hairdryer thrown into a hot tub, my friends. Absolutely breathtaking. He puts the Haitian voodoo rattle.